رايح يفصلني عنك، وانت اللي فديت نفسي بدمك وربطت حياتي بحياتك، وألامي بتمزجها بفرحك، وربطت حياتي بحياتك، وألامي بتمزجها بفرحك، وألامي بتمزجها بفرحك. ده اسمي منقوش على كفك، ونفسي محفوظة في سترك، وقلبي مديون لحنانك، وحياتي مقصورة بحبك، وقلبي مديون لحنانك، وحياتي مقصورة بحبك، وحياتي مقصورة بحبك. لأنك حي هعيش زيك، ده حياتي مضمونة في وعدك، تديني تعيش فيها حياتك، والمجد يعود كله لشخصك. لأنك حي هعيش زيك، ده حياتي مضمونة في وعدك، تديني تعيش فيها حياتك، والمجد يعود كله لشخصك. فأجاب وقال لهم: أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلا: إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة، ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة، ويهدمونك وبنيك فيك، ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. دايما في الأيام الصعبة اللي فيها تحديات كبيرة ومشاكل كبيرة زي اللي احنا بنواجهها في حياتنا النهاردة مثلا بسبب كورونا، دايما بنبحث عن علامات نهاية الأزمنة. هي كورونا واحدة من علامات نهاية الأزمنة ولا لا؟ ومرات كتير بحس ان احنا بنحاول نعمل كده لعدة أسباب، يمكن يكون هروب من الألم، رغبة في ان احنا نهرب من الواقع المؤلم اللي مش قادرين عليه، او رغبة في ان احنا نقتنص الفرصة ان لو دي آخر لحظة نلحق بسرعة نتوب ونبقى كويسين علشان نروح السماء، او يمكن كمان شيء من التحقق الإيمان بتاعنا. هو احنا الإيمان بتاعنا ده بجد ولا الموضوع مش بجد، وانه مفيش نهاية أيام ومفيش سماء ومفيش حاجات زي كده. مرات كتير بتكون الأفكار التلاتة دول في أفكارنا وفي ذهننا، واحنا دايما بنحاول نمسك علامة من علامات نهاية الأزمنة. بنشوف مشهدين مهمين قوي في الكتاب المقدس. المشهد الأول افتقاد المسيح لأورشليم، وبيقول كده: لم تعرفي ما هو لسلامك، ولم تعرفي زمن افتقادك. وازاي اورشليم مدينه السلام، مدينه الله اللي فيها الهيكل واللي فيها الشعب بيتعبد ليهوه وبيطلع يستمتع بالعباده يهوه، ازاي المسيح بيبكي على هذه المدينه وعلى الساكنين فيها وبيقول كده: لم تعرفي ما هو لسلامك، ولا زمن افتقادك. لكن الحقيقه انه المشهد ده بيرد عليه مشهد غايه في الروعه في متى 24 وفي لوقا 21، بانه التلاميذ بيبصوا على الهيكل وبيحاولوا يقولوا للمسيح ويحاولوا يوروا المسيح قد ايه أبنية الهيكل دي جميلة، قد ايه الهيكل ده روعة، وقد ايه الهيكل ده فيه أمننا وسلامنا. الهيكل كان مبنى جميل جدا، مبني بحجارة من الرخام الأبيض الجميل اللي كل الناس بتبص عليه وبتقول قد ايه المبنى ده جميل. ورد المسيح كان صادم عليهم، بيقول لهم كده: لا يترك حجر على حجر لا ينقض، لا يترك ولا ينقض. يعني ما فيش ولا حجر هيترك مكانه، وما فيش ولا حجر مش هيتهد من الهيكل الجميل ده. وكأن المسيح عايز يقول للتلاميذ ويقول لليهود: ما تتمسكوش بالحجر، ما تتمسكوش بالمبنى، ما تمسكوش بس في حيطان الهيكل وشكل الهيكل الجميل اللي انتوا عاملينه واللي انتوا بنينه بايديكم، لكن امسكوا في سر سلامكم وفي سر افتقادكم، الإله اللي جاي يفتقدكم، والشخص اللي جاي يعطيكم
يعطيكم سلامه. وقد إيه فعلا كلام المسيح كان بيتحقق في سنة 70 ميلاديا، وجي الخراب على إسرائيل، على الأمة الإسرائيلية وعلى مدينة أورشليم، وتحصرت المدينة. ويوسيفوس المؤرخ اليهودي بيوصف إزاي الحصار كان صعب جدا على أورشليم، وإزاي كل الناس اللي جوه المدينة اتملت المدينة بالأموات وبالقتلى، واللي هربوا واللي كانوا بره سور المدينة هربوا وتشتتوا في كل الأرض، هربوا وتشتتوا وجالوا في كل الأرض، فملوا مصر والمغرب والجزائر والجزيرة العربية، وكل الدول بدأت تتملي باليهود المشتتين. وفعلا نقض الهيكل تماما وخربت أورشليم، وتم حصارها بشكل كامل. وإزاي بعد خراب الهيكل ده ما تعلموش الدرس؟ الهيكل كانت خرب مرة قبل كده على إيد نبوخذ نصر في السبي البابلي، وتم خراب الهيكل فعلا، وكان الله عايز يقول لهم برضو ما تتمسكوش بالحاجة، لكنهم ما تعلموش الدرس. وجي تيتوس تاني في سنة 70 ميلادية وهدم الهيكل وخرب أورشليم، وبرضو مش عايزين يتعلموا الدرس، ما زالوا شايفين أمانهم وسلامهم وافتقادهم في المبنى، في الهيكل، في الحجر، مش أكتر ولا أقل من كده. لكنهم نسيوا أن الحجر، حجر الزاوية، هو اللي فيه السلام وهو اللي فيه الافتقاد. كانوا زمان وهم بيبنوا الهيكل المهندسين يروحوا مع قاطع الأحجار علشان يقولوا لهم إزاي الحجر يتقطع بزوايا وبمقاسات معينة، والبناؤون ياخدوا الحجر ده إلا يحطوه في مكانه. فالبناؤون دول وهم بيبنوا في الهيكل لقوا حجر مش عارفين يحطوه فين، مش عارفين مكانه فين، فرفضوا الحجر ده وأخرجوه بره ورموه بره، وبدأوا يبنوا في الهيكل بالحجارة اللي موجودة كلها ويحطوا كل حجر في مكانه. لكنهم اكتشفوا أن الحجر اللي هم رفضوه ده هو رأس الزاوية اللي بيمسك كل مبنى الهيكل مع بعض، اللي بيربط كل المبنى مع بعض. وهذا شخص المسيح، الحجر الذي رفضه البناؤون صار هو رأس الزاوية. مرات كتير قوي بتكون الأزمة اللي في حياتنا أننا بنتمسك بالحجر، أننا عنينا على الحجارة. يمكن الحجارة مش المبنى بتاع الكنيسة النهاردة، بس يمكن تكون نجاحي، يمكن تكون شخصيتي القوية، يمكن تكون استثماراتي، يمكن تكون إنجازات أنا بقدر أعملها في حياتي، يمكن يكون الفطور الروحي اللي أنا بتعرض له وإني أنا ملهكش في كلمة ربنا، يمكن يكون الكسل هو الحجر اللي بنقعد ونحاول نقول للناس بصوا الإنجاز بتاعنا، بصوا الهيكل قد إيه جميل. ما تعلمش اليهود الدرس أبدا، لا من نبوخذ نصر لما هدم الهيكل، ولا كمان في سنة 70 ميلادية لما تهدم الهيكل وخربت أورشليم. لكن كمان نشوف في متى 24 حاجة مهمة جدا، سؤال من التلاميذ بيقولوا له متى يكون هذا وما هي العلامة. خلاص احنا فهمنا اللي انت قلته، بقى احنا عايزين دلوقتي نعرف انه امتى الهيكل ده هيتهد، وايه هي هتكون العلامة اللي من خلالها نعرف نهاية الزمان. والحقيقة انهم برغم انه هو بيبكي على أورشليم، علشان أورشليم متمسكة بالحجر ومتمسكة بجمال الهيكل وبالمبنى، لكن هم بيرجعوا تاني وبيدوروا على علامة جديدة يمسكوها، مادية في ايديهم يمسكوها، علشان يقولوا هو ده نهاية الزمان، هو ده لما يحصل كده هو ده نهاية الزمان، هو هنا بالضبط، خلاص هي دي الساعة. والحقيقة إجابة المسيح كانت غاية في الروعة. في كل المواقف بيحاول المسيح ينفي أي علامة موجودة. فالفكر اليهودي كان بيتكلم عن أنه في الزمان الحاضر وفي الدهر الآتي وفي يوم الرب في الوسط. الزمان الحاضر هو الزمان اللي هم عايشينه ما قبل المسيح، والدهر الآتي هو اللي هيجي بعدين لما اليهود يملكوا على العالم ويسودوا على العالم. لكن في الوسط في يوم الرب. يوم الرب ده في الفكر اليهودي مرتبط بكتير من الألمات، مرتبط كتير بكتير من الحروب، مرتبط بكتير من الأزمات والضيقات اللي هتحصل في حياة الشعب اليهودي. والمسيح في إنجيل متى 24 وفي لوقا 21 بيحاول ينفي الفكرة دي، ما بيقول لهمش ان الزلازل وان الحروب وان كل الحاجات دي علامات انه الساعة أتت،
لا ده بيحاول يقول لهم انه حتى لما انتوا تشوفوا كل الحاجات دي مش ده المنتهى، مش دي النهاية، مش هنا هتحصل النهاية وهتكون هي دي الساعة. لكن هو بيحاول يقول لهم انها تكون في شر طبيعي بيحصل، في زلازل، في كوارث طبيعية، وفي كمان شر إنساني، في حروب وفي شر بيصنعه الإنسان. ده هيحصل وده هيحصل. ولو احنا فكرنا اللحظة صغيرة بس هنلاقي ان ده بيحصل من مئات السنين، واعتقد ده هيفضل يحصل لحد ما جه المسيح التاني. فالقضية اللي اتحركت من الحجر، من فكرة الحجر، راحت تاني لفكرة علامة جديدة نمسكها في ايدينا علشان نقول هي دي الساعة عشان نلحق بسرعة نتوب. لو كورونا هي الساعة وانت خايف انه انت تموت بكورونا علشان المسيح هيجي، اعتقد ان ايمانك فيه مشكلة، اعتقد ان توبتك فيها مشكلة، اعتقد ان توبتي فيها مشكلة. لو ده تفكيري وده منطقي، لابد انه يكون تفكيري مش تفكير الشخص اللي بيحاول يهرب من العقاب، الشخص اللي بيحاول يطيع ابوه لانه خايف منه، لكن تفكيري هو تفكير الاب، الابن اللي بيحب ابوه، الاب اللي بيحب ابنه، اللي بيقترب لابنه ومش عايز ليه الضرر ومش عايز ليه الاذيه، لكنه في كل لحظه بيحاول يفتقده ويرسل ليه محبته. في مزمور 80 عدد 8، كرمة من مصر نقلت، طردت امما وغرستها، هيأت قدامها فأصلت اصولها فملأت الارض، فأصلت اصولها فملأت الارض. الحقيقه انه ده كان بيتقال عن اسرائيل في العهد القديم، ولكن لما نشوف تاريخ الامه الاسرائيليه قد ايه هي انحصرت في ذاتها وكانت بتدور على مصلحتها الشخصيه بعيدا عن اي بركه لاي شعب اخر غيرها، علشان كده افتقد الرب الارض الكرمه الحقيقيه. بيقول كده: انا الكرمه وأبي الكرام. إزاي شخص المسيح هو اللي فيه تتبارك جميع قبائل الأرض، مش في إسرائيل. إسرائيل خانت العهد وخانت الأمانة أنها تنشر الخبر السار للعالم. بنشوف المسيح بيقول كده في يوحنا 15: أنا الكرمة وأبي الكرام. أنا الكرمة وأبي الكرام، اللي فيه بتتبارك جميع قبائل الأرض، اللي فيه ما انحصرش على ذاته برغم من إمكانياته الرهيبة، برغم أنه إسرائيل كان عندها المذبح وكان عندها الهيكل وكان عندها الأنبياء وكان عندها مائدة خبز الوجوه وكان عندها التاريخ الرهيب اللي مليان بالبركة وبعناية ورعاية الرب ليها، لكنها حصرت ده جوه نفسها، جوه الأمة اليهودية، ورفضت أنها تخرج كل خير وكل بركة جواها للآخرين. كان الافتقاد الإلهي من خلال شخص يسوع المسيح إنه جي لينا علشان تتبارك في يسوع المسيح كل قبائل الأرض. وأصبحت إسرائيل الكرمة في العهد القديم هي التينة اللي بيقول عنها المسيح في متى 19: لا يأكل منك أحد. ما عندكيش أي خبر صار تقدمي للناس، ما عندكيش رسالة خلاص قادرة تخرجيها للناس، لأنك بقيتي بتدوري على نفسك وبقيتي بتدوري على مصلحتك. أخيرا يا أحبائي، من هو هذا؟ هذا هو الإله الذي يفتقدنا في شخص يسوع المسيح في الصليب. هذا هو الذي لم يتركنا لخطايانا، لم يتركنا لموتنا، لم يتركنا لبعدنا، لم يتركنا لحياة الخطية، لكنه جاء ليفتقدنا في ألمنا وفي حزننا وفي موتنا وفي خطيتنا وفي بعدنا عنه. الصليب هو العلامة اللي بتثبت وتؤكد أن شخص الله يفتقدنا وقريب منا. الصليب هو العلامة اللي بتؤكد أن احنا مش المفروض ننتظر علامات ولا ننتظر دلائل ولا براهين، لأنه عندنا أكبر دليل هو أنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. من هو هذا؟ هو يسوع المحب الذي مات لأجلنا جميعا. بدموع
إليك.